السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معدنا مع حلقة جديدة من تفسير سورة يوسف. وصلنا في اللقاء السابق عند أن العزيز عزيز مصر وزير المالية أخذ يوسف عشان هيربيه عنده أو هيعتني بيه، وفي نفس الوقت يوسف عارف كويس جدا أن هو مجرد عبد عايش عند ناس طيبين، فهيقول لزوجته بقى تاخد بالها منه وترعيه، وأن الفترة دي كلها هتعدي اللي هي فترة الطفولة إلى الشباب، ما فيهاش أي حاجة جديدة، ما فيهاش أي حاجة ربنا هيحكي لنا عنها، إنسان عادي وعايش مع ناس عاديين وناس بيتعلم وبيشتغل، وعارف ان هو عبد عندهم، وعارف ان هم اشتروه، يعلم كل شيء. وهم كمان نفس الوضع. فهيكبر في السنين دي كلها ويبلغ اشده اللي هو سن العقل والشده في العضلات وفي الجسم وفي البنيه وفي العقل والرزانه والحكمه. الله سبحانه وتعالى هيديله هنا العقل والحكمه ويعلمه، هيعلمه بقى ايه؟ هيعلمه حاجات كتير قوي، ازاي يحكم بين الناس، ازاي يعرف الحق من الباطل، ازاي يعلمه تفسير الرؤى، يعني هيعلمه حاجات كتيرة جدا جدا وعلوم دنيوية كتير سبحان الله. لكن هنا في نقطة معينة عايزين نقول عليها، ان من ضمن الحاجات العجيبة او المعجزات اللي ربنا رزقها لسيدنا يوسف انه اداله جمال غير طبيعي. يعني يقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اوتي نصف جمال الدنيا، يعني كان عنده شطر جمال الدنيا كلها، يعني كل البشر اللي موجودين دول واخدين نص جمال الدنيا، نص الجمال كله علينا متقسم على البشر كلهم، اللي عينه خضرة واللي عينها خضرة واللي شعره مش عارفة ايه واللي اصفر واللي كذا. يوسف واخد النص كله لوحده. يقال ان هو كان جميل او هيئته جميلة او حسنه زي جدته ساره عليها السلام. المهم نرجع لموضوعنا تاني ونقول ان سيدنا يوسف لما كبر واصبح شاب، يقال برضو ان زريخه اللي هي زوجة العزيز اللي كان قاعد عندها كانت شابه صغيره مش كبيره قوي، ويقال ان العزيز ده ما كانش يصلح لها زوج اساسا، وكان تزوجها وعاشت معاه في المكان وخلاص على كده. لكن هي كشابة يعني يقال ان هي حبت ان هي محرومة او كذا، لكن ده طبعا مش هو ده اللي احنا نقول عليه ان هو ليها سبب ان هي يسمح لها تتجاوز او تعمل حاجة حرام. نيجي بقى الاساسي، طبعا نقول ان هنا في يعني كان يوسف في البيت بيخدم بيشيل حاجة بيحط حاجة، وهو قدامها ليل ونهار وهي شايفة جماله، وهو جماله فعلا كان شديد. ولكن بما ان هي كانت مشركة وكانت وكذا، والناس الكبار دايما اللي هم عندهم اغنياء او فلوس اللي هم اسمهم الملأ او القوم الكبراء، القوم دول بيبقى الغنى بتاعهم بيخليهم شوية يعني يتجاوزوا في حاجات كتيرة قوي، فما كانش بتفرق معاهم دايما ان يعملوا اخطاء، يعملوا حاجة حرام، حاجة كذا كذا، ما بيهمهمش. فكانت كل يوم تشوف يوسف قدامها، وطبعا هي يعني مش قادر يعني كانت ضعيفة نفسيا جدا. المهم ان هي ايه، بدأت ان هي تروضه. يعني ايه تروضه عن نفسي؟ يعني ايه؟ يعني في الراحة وفجأة تلبس لبس شيك، تقول له ايه رأيك في الطقم ده، طب اعمل ايه، طب ده شكل حلو هنا، ده كذا، لغاية ما ايه نفسها الشريرة والشيطان تمكن منها جدا جدا. وبعدين بدأت تعمل خطة على انها تخلي يوسف او توقع يوسف في اللي هي عايزاه، تخليه يوافق على اللي هي عايزاه. طيب اللي هو ايه؟ اللي هو يميل اليها. طبعا مستحيل 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 مبدئيا كده، انا اعرف الكلام ده مهم جدا، مستحيل 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 يوسف يميل اليها. ليه بتقول لنا الكلام ده؟ بقول لكم الكلام ده علشان الايه اللي هتيجي ان شاء الله ونعرفها بتاعت ولقد همت به، ان هو الناس في معظم الناس بيقول لك هو كمان كان هيميل ليها لولا ربنا عصمه و هنعرف ده كله بالتفصيل ان شاء الله. نيجي الايه، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. يعني ايه الكلام ده؟ كان متتابع، يعني مش في لحظة، يعني مش فجأة كده قالت له كده، لا ده هي فضلت كل يوم والتاني كل يوم والتاني تراوضه وتغريه وتعمل حاجات مش كويسة وتلفت نظره. طبعا هو ربنا سبحانه وتعالى كان بيحميه ويعصمه من اي خطيئة ومن اي ذنب ومن اي معصية، لانه نبي الله اصلا، تمام.
طيب فهنا في يوم من الايام قررت ان هي خلاص مش قادره بقى تمسك نفسها، ومش هتقدر تمنع نفسها من يوسف، ولا يعني ولا خلاص لازم تنفذ خطتها. تعرفين طبعا القصور بتاعتهم بتبقى مليانه شغالين وخدم وحشم مليانه بقى. فقررت في اليوم ده تدي اجازه للكل، كله ياخد اجازه ويمشي، مش عايزه حد. وكان انت عارفين اي قصر بقى فيه في ابواب كتير، ابواب كتير مغلقه بالمفاتيح والحاجات دي كلها، يخرج من هنا يخرجوا من هنا. فقررت ان زوجها لما يخرج يروح عمله، ان هي تقول للشغالين اللي عندها كله ياخد اجازه النهارده، مش عايزه حد. طبعا كله ماشي وما بقاش في حد، وغلقت الابواب كلها. ما معنى غلقت الابواب؟ يعني معناها الباقي القصور القصر بتاعهم فيه ابواب كتير، غلقت الابواب بالمفاتيح وكله ما سابتش ولا باب. وبعدين ندعت على يوسف، وطبعا تعرفين بقى الكلام اللي هي شايف الهدوم بتاعتي، شايف فستاني، شايف شياكتي، شايف كذا. وبعدين ايه، حس يوسف وعرف يعني، يعلم طبعا عنده حكمة، وربنا معلمه كتير بنعلمه، ففاهم. فبدأ يوسف يهرب منها وعايز يدخل غرفته، عايز يجري، عايز يروح هنا هنا. فهي ايه طبعا خلاص قررت هتنفذ خطتها خلاص. فهنا قفلت الابواب كلها وقالت له انا تحت امرك، ومفيش حد قال لنا وانت، وما تخافش وما تقلقش ومحدش شايفنا وكذا. فقال لها اعوذ بالله، اعوذ بالله، انت متخيله ان انا ممكن اعمل حاجه تغضب ربنا؟ انت متخيله ان انا اعمل حاجه حرام؟ اعوذ بالله، انت متخيله ان انا ممكن ان انا اخون الراجل اللي اواني في بيته واكرمني ورباني؟ انت بتتكلمي ازاي؟ انت اكيد مش طبيعيه. قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. هنا بيتكلم على عزيز مصر او الوزير اللي هو عايش عنده، لا يمكن اخونه ولي نعمتي اللي بياكلني وربيني في بيته اعمل فيه كده واخونه؟ تمام. هي طبعا هنا خلاص دماغها زي ما بيقولوا كده قفلت، والشيطان خلاص قفل على عقلها، وبدأت تجري وراه، هو يجري منها، هي تجري وهو يجري منها، ولكن هي تمكنت منه وخليته شدته. ولقد همت به، يعني ايه اخدته بالعافية. هنا ياريت نبقى نقف على الآية دي ونقول فيها كلام تاني خالص، يعني ايه؟ يعني ما اقولش ولقد همت به وهم بها، لا، نقول ولقد همت به ونقف شوية. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إن شاء الله عشان الوقت ما يطولش عليكم، المرة الجاية إن شاء الله هنشوف لما هي همت به وهو ربنا قال لنا هم بها يعني إيه. في الحلقة القادمة إن شاء الله هنكمل بقية القصة.